السلام عليكم المتتبعين ديالي، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هنيه. انا جيت باش نهضر لكم على الجيفوي اللي كيستحق صراحه دوك الناس اللي كانوا شار مهم، دوك الناس اللي عندهم دوك القنوات الزوينين اللي عندهم شحال من حاجه، محتوى ديالهم صراحه دخلت ليهم كلهم محتوى نقيين. كان اللي كيدير بلوكات، كان اللي كيجلس مع ولادو كيصور لكم الروتينات مع ولادو، كان اللي كيسافر تيديكم كتشوفوا المدينه والاجواء اللي كاينه، كان اللي كتديكم العروبيه وكت توريكم الناس ديال هي شنو كيديروا وشنو كيوجدوا، حتى هما كيوجدوا شنو كيقادوا لينا في ديك البلايص حتى هما. وكاينه اللي كتشاركنا طابخ وشحال من امور صراحه تفرجت فيهم، كلهم زوينين كلهم مؤثرين. كاين اللي كان بكي كاع معاها صراحه في الفيديوهات ديالها، وشحال حاجه كاينه صراحه كيستحقوا دوك الناس اننا ندخلوا عندهم وندعموهم وندير لهم لايك وندير لهم الاشتراك. المهم باش نذكركم في المسابقه، بقات لنا ان شاء الله غدا ولا بعد ان شاء الله غادي ندير السحب غدا واقيلا ان شاء الله غادي ندير لكم السحب. نذكركم باش تدخلوا بالكثره عند دوك الناس، غادي تمشي للقنوات ديالهم غادي تدير لهم لايك 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 ضروري، غادي تفعلوا الجرس، غادي تمشيو عندهم غادي تكتبوا لهم في المحتوى عندهم تبارك الله عليكم، راه هذا الشيء عندكم زويون. ماشي تكتبوا فاطمه، لا دابا راه كنهضر بشويه باش بنادم يفهم، ما تكتبوش فاطمه، كتبوا راه حنا دخلنا عندك، راه المحتوى ديالكم كيعجبني. وتفرجوا في الفيديو جوج دقائق حتى ثلاثه دقائق، هذا الشيء هو اللي غادي ديروا. شي وحده كتقول لي فاطمه راه ما كتفهميناش كيفاش غادي، واش نبداو من الاول لتحت ولا من التحت للفوق؟ لا هذه دابا كنقول لكم انكم هذا النهار تدخلوا بالكثره بالكثره، انكم تبداو لي فيديوهات من التحت وهانتوما بقات تطلعوا طلعوا طلعوا حتى الفوق باش انكم تربحوا حويجات زوينين. هذا الجيفوي هذا ماشي كيجي بنادم هكاك ويديرهم، بنادم كيجي باش انه باش بنادم مسكين باش يتعاون ويدير شحال من حاجه، وفهمتوني دابا كيفاش بنادم مسكين كيجي كيقول نصور فيديوهات نوريهم للناس يتفرجوا فيهم، نحقص كاع كاملين الحمد لله كندير اليوتيوب باش بنادم يتفرج في داك المحتوى اللي هو نقي اللي هو جميل. ودوك الناس صراحه راه كيستاهلوا 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 انكم تدخلوا عندهم، والله العظيم تدخلوا عندهم بزاف بزاف، وتفعلوا عندهم الاشتراكات ودخلوا عندهم، الله يجازيكم بالخير. قولوا لهم راه حنا جينا من عندكم ماشي من طرف فاطمه، جينا من عندكم وهذا الشيء اللي كاين. وتفرجوا في الفيديو ديالهم جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق، وكاع اللي باغي يكمل الفيديو يكملوا حتى الاخر، ولي ما على ماشي انا غادي نفرض على بنادم يتفرج جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق، كاين اللي كيعجبو الفيديو كيبغي يكملوا كامل، ولما لا كملوه كامل ودخلوا وشوفوا حتى الاخر، علاش لا باش نتعرفوا على دوك الناس وشوفوا محتوى باش كيعاش كيحطوا كل جديد شنو كيحطوا. وهذه والحاجه الوحيده اللي بغيت نقول، اللي ما ربحش معايا في هذه المسابقه كاينين مسابقات اخرين ان شاء الله وشحال من حاجه اخرى، ويربح معايا ان شاء الله فرصه قادمه، ولما لا، لحقاش ما يمكنش انني نربح كل شيء وما يمكنش نرضي كل شيء، لحقاش الغلب الله هذه هي هذا الشيء هو اللي عنده، ما يمكنش كل شيء كيحط نوامر وكل شيء كيبغي يتحمس، وحنا كنديروا القرعه واللي هزيناها وسهل ليه الله تيقول له الله يدخل عليك هاد الاواني يدخلهم عليك بالصحه والراحه لدارك وبشي باي حاجه تمناها في هاد العواشر يا ربي، وفي هاد رمضان المبارك يا سيدي ربي. عاوتاني غادي نذكر لكم كيفاش غادي تشاركوا، اول حاجه غادي تدخلوا عند دوك القنوات غادي دير لهم الاشتراك في القناه ديالهم، غادي تفعلوا داك الجرس، غادي تفرجوا في الفيديو ديالهم جوج دقائق حتى ثلاثه دقائق ولا عجبكم تفرجوا فيه كامل، وديك الساعات ان شاء الله غادي تكتبوا فيه بواحد المحتوى زويون غادي تكتبوا عندهم تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحه. انا دابا ان شاء الله غادي اللي صدق ليا النمره ديالو في الانستغرام غنمشي دابا ندخل باش نشوف نهز كاع النوامر نحيدهم عندي في الانستغرام باش ما يبوش بنادم لا ولا مات لا، انا دابا نمشي ندخل الانستغرام واحد شويه غادي نهز النوامر وغندخل عندكم غنقول لكم بانني راني خدمت نوامركم. هذا الشيء اللي كاين، ونتمنى ان شاء الله هذا الجيف واي هذا يكون ناجح للناس ويكونوا حتى هما راضيين بهذا الجيف واي اللي درت، وكل واحد الله يسهل عليه وكل واحد الله يسر ليه الامور ديالو ويفتح ليه باب الخير يا سيدي ربي. انا دابا كشي وحده تقول لي لا ما حليتيناش هاد لي كادو ما شفناش شنو في الداخل ديالهم، دابا انا غادي يكون عندي واحد الخطر كبير، غادي نمشي غادي نحل دابا لي كادوات وغادي ديجا حليتهم
وريتهم من برا لي بنادم تيقول لي عافاك حليهم لينا هزيهم فاطمه حداك ووريهم لينا. دابا ماشي مشكل فاش قرب السحب انا غادا بنوض غنحل هاد الكراطن هادو وغادي نوري لكم حاجه بحاجه غادي تشوفوهم. شوفوا ديك الضوات اللي خديت لكم ونتمنى من الله يعجبوكم وان شاء الله مره اخرى عاوتاني ان شاء الله. يلا انتما كيما قلت لكم هاني غنبدا. هذا هو بارك ولا بارك ولا اش كتقولوا ليه. هانتوما شفتوا كي داير مغلف ومقاد كلشي. ها هو من الداخل ها هو ديال الخبز. كتلحوا فيه الخبز كيدير طرين كيتهز من الفوق. انا كتشوفوا غير الافلام ولا دوك الافلام التركيه فاش كنتفرجوا فيهم وفاش كنشوفوا فاش كيديروا فيه شي خبيز ولا شي حاجه كيطلع. هو هذا هانتوما تتشوفوه ها هو غنحطوه واللي ربحات والله يدخل عليها بالصحه والسلامه ان شاء الله. احنا باش ما نحطوا هذا الشيء كيف ما هو باش ملي يطلع ملي يوصل العام السيده اللي غتربحوا ان شاء الله انها الله يدخلها عليها بالصحه والسلامه. انتما درتوا لينا الخدمه لحقاش كاين اللي ما فهمش سبحان الله كيقول لك لا فاطمه هذوك اللي كدوات راه غير كراطن خاويين ما باين فيهم حتى شي حاجه تقول ما دير راه ماشي كراطن. واش كاين اللي غير غيمشي غيبقى يجمع في الكراط الخاويين ولا ما فيهاش هادي. ها انتما راه ما كنتش عارفه كيفاش نرجع. صافي انا رجعت هادي عرفتي شحال فيهم في الخدمه. ها انت باش بنادم يتيق ويعرف ان كي راكي خدامه بنيتك. ها انتما ها هي شتوها كي دايره ها هي. صافي غادي نوريكم عاوتاني وحده اخرين غادي نكحزوها هنا نشوفوا هاد اللعيبه هادي. ها هي ديال مسخن الماء كيتصايبي فيها القهيوه ولا كتصايبي فيها. انا نوريها لكم غير من برا بلا ما نبقى نخرج لحقاش كيشدوا الوقت. كيخصك تحليه وترضيه وبنادم الا صيفطيها لي هكاك مقطعه ولا شي حاجه كتجي شويه عاوتاني ناقصه. وخا انهم راه كيشوفوا هانيت ولكن باش غير بنادم يثيق بان هذا الشيء راه بصح ماشي كذوب. ها نتوما ها ها هي ها هو الدفطار ديالها باش كي تيوري لكم كيفاش كيتستعمل الحاجه. وها هو باش تشوفوا ها هو من الداخل ها هو البريز ديالها ها هو باين غير من البريز. ها هو ما شفتوه ها هو وراه كاين الدفطار باش انكم كتعرفوا كيفاش تستعملوه. ها هي ها هي اللي غتربح معنا ان شاء الله هذا حتى هو الله يدخلها عليها بالصحه والسلامه وباي حاجه تمنات ان شاء الله يا سيدي ربي. المهم نوري لكم هذا ها هو راه ثقيل شي حاجه بنيت. ها هو ها الهشوار. ها نتوما نوري لكم كلشي باش راه فاطمه ماشي كتكذب ولا شي حاجه. فاطمه راه خدامه معكم من نيتها. ها هو ها الراس ها سميتو ديالو. وهل الداخل راه هامر راه باقي فيه الماكينه ديالو هي اللي كانت كتبان لكم من الداخل. نتمنوا انكم تدخلوا عند هاد الناس هادو وتدخلوا عندهم بالكثره هذا النهار هذا وباش تربحوا معايا لي كادوات. وراني غادي نصيفط لكم في الكار غادي بهم نصيفط كل واحد نصيفط ليه الامانه ديالو. المهم اللي غادي نقول لكم انكم تدخلوا عند هاد الناس بالكثره هذا النهار وبزاف باش حتى هما يرضاو. والله العظيم كيستاهلوا انكم تدخلوا عندهم. بنادم راه ماشي غير كيجي وكيحط هذا الشيء كامل باش يربحكم حتى نتوما هدايا في المتناول وزوينه ورائعه. فهمتوا معناتها نخرج لكم هذه. عرفتي ما كنبغيش انني نرول لي كادوات مع ما كنعرفش هذا الخير هذا كيطرد والصراحه. ها هي الماكله هانتوما العصاره ديال الليمون شفتوها كي دايره في الداخل راه عصاره واعره وعرفتي راه ثقيله قسما بالله الا شي حاجه ما ماشي شي حاجه رخيصه ولا راه شي حاجه غاليه وثقيله بزاف. هانتوما ها هي شفتوها كي دايره ها هي تطحني فيها العصير وكيخرج العصير من داك الشيء. خاصني نرجع هنا معاك بهذا العصير. والحاجه الوحيده اللي بغيت نذكركم انكم ملي تدخلوا عند هاد الناس غادي ديروا جرس غادي ديروا الاشتراك غادي تشوفوا فيديو جوج دقائق حتى ثلاثه دقائق وتدخلوا بالكثره وتكتبوا لهم في التعليق زويون تبارك الله تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحه والراحه. هذا الشيء اللي كاين ونتمنى ان هاد لي كادوات كلهم يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه لدويركم ان شاء الله يا سيدي ربي يا ربي يدخل عليكم بالصحه والسلامه. راه عطيناها لكم بالقلب الخالص راه تستاهلوا. ها انتم هذه هيا ثاني نحل لكم هذه ديال القهوه. المهم ما عرفت نتوما تعرفوها هي اه ديال القهوه شفتوها كي دايره. وراه قلت لكم اي حاجه راه ثقيله بزاف. ها هي كيفاش كتستعملها الاستعمال ديالها انتم باش تشوفوها مزيان. وهنا غنحلها لكم نشوفوا حتى انا اول مره غادي نشوفها كي دايره في الداخل. والله ما طليت عليهم راه كما خديتهم كما حطيتهم ما كنطلش عليهم بتاتا نشوفهم كي دايرين. ها انتم باش تعرفوني انني ما طليت على حتى شي حاجه
ها هي من الداخل كي دايره، عرفتوا باش غير تشوفوا ان الكادوات راهم عامرين ماشي خاويين. اتمنى من الله كاع اللي يربح معانا هادشي كامل، الله يدخلها عليه بالصحه والسلامه ان شاء الله، وبتطلع مرياس يا دير ربي. ها انتما غادي نوركو يعني نحطو هنا. لا 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 ايوا 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 اش دايرين هادوك، هادي باكينات العجانه ها هي وراها ثقيله مطبيش نحب نهزها. شتي عيني هاكا خرجوا هانتوما نوريها ليكم من هنا، غادي جا وريتها لكم، ولكن بنادم تيقول لك ورينا فاطمه الجوائز من الداخل. ايا يا اختي شتيها اي والله يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله، وتشوف طلع مرياس يا ربي يا ربي تبارك وتعالى. ما عرفتش كيفاش نرفض، ها هي هذا ديالها من الداخل، ما عرفتش هذا الشيء كيفاش كيطلع، انا عندي غير يبقى ما عارفه كيفاش. اوبا والله الا ثقيل 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 بزاف. انا غنوري لكم الفران باش ما تقولوش ليا وا فاطمه فينا هو الفران، وا فاطمه واش كتشلاه لينا. انا غنحط هذا ويدير لي هكا ونحسن نرجع نقادو. دابا غادي نوري لكم الفران، الفران راه غنوري لكم غير من الفوق مع ثقيل بزاف، ما يمكنش ليا نهزو، نوري لكم غير نصورو لكم وتشوفوه. كما قلت لكم ها هو الفران كما شفتوا راه كيفاه شكوتش، ما يمكنش انني نحلو لكم مع راه ثقيل بزاف وما صافي. ان شاء الله ملي نوصل لك ضوات للناس ها هما الفران هو الاخر، ونتمنى ان هذا الشيء كامل لكل واحد الله يربحو ويدخلها عليه بالصحه والسلامه ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين دابا راني دويت لكم على الجيف واي كيف ما وقلتوا لنا شرحي لنا فاطمه، راني شرحت لكم الجيف واي كيف ما هو. نتمنوا انكم تدخلوا عند دوك الناس هذا النهار بركتره بركتره باش انكم تربحوا معايا ان شاء الله ملي ندير السحب غدا ان شاء الله. ولا بعدو ما هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله يا سيدي ربي. الحاجه الوحيده اللي غادي نوصيكم عليها انكم هذا النهار تفرحوني تدخلوا بواحد الطريقه خياليه عند دوك الناس وتفرجوا في الفيديوهات ديالهم وتشكروهم، راه كيستاهلوا والله العظيم كاع المحتوى ديالهم زوين ونقي. وان شاء الله الحاجه الوحيده اللي غادي نطلب لكم راه ملي غادي نوصل هدايا للكار غادي ندير فيديو وغادي نصور بانني كل وحده صيفط ليها المسائل ديالها حتى للكار باش انها توصلها الحاجه ديالها حتى لعندها حتى لباب الدار وهي تمشي تجيبها. ولكن الحاجه الوحيده ان اللي شدت الكادو تصور ليا فيديو واخا ما تبينش وجهها ولا تبينوا هي غدير اللي في راسها. المهم انا ما غاديش نشرش بنادم يبين ليا وجهه، واخا الصراحه باينه يبانوا الوجوه ديال الناس باش يعرفوهم بانهم راه خداو لي كادوات، واللي عندها مشكل ولا شي حاجه ما يمكنش انها تصور وجهها، ولكن تصور فيديو وتصيفطوا ليا رانا فاطمه راني خديت لي كادوات اللي صيفطتي ليا باش بنادم يثيق بان راه الامانه كتوصل لبنادم حتى لدارو. هذا الشيء اللي كان، وكنقول لكم بالسلامه ونتمنوا انكم يعجبكم هذا الفيديو هذا، ونتمنى ان كلشي يربح معايا، ولكن ما فيش بالضروره كلشي يربح مره اخرى ان شاء الله ونربحو من نص الاخر ان شاء الله الا بغى الله. اللي يربح كنقول ليه الله يدخلهم عليك بالصحه والسلامه لدارك ان شاء الله، والله يعطي لوالديكم حجه ان شاء الله. يلا بسلامه تهلاو في ريوسكم.